أنا هتكلم في محاور محددة قبل ما نتكلم عن كلام السيد الرائد العطا عن قال الأغوات الخاصة جونا والجوية ولا غير الحاصل. الحقيقة لاحظت في نتكلم الناس طبعا شايف الشغل في كل المحاور اختلف، زي ما قال سيادة ياسر العطا عندنا شغل الجو الخاصة، شغل من هنا ولقدام بيختلف. يمكن الكم شهر الفاتو ديل 6-7 شهور دي الناس اتعلمت من الحرب دي دروس كثيرة كمقاتلين، يعني الجيش ما أصله بيتعلم من أي معركة بخشها كسبها أو خسرها، بيقعدوا الناس وبيحللوها وبيشيلوا وبيستفيدوا. الناس تعلموا تماما أسلوب العدو ونجحوا تماما في تدميره، وفي الفترة اللي فاتت دي تم زي ما قال سيادته إعداد قوات كثيرة جدا بتدريب احترافي عالي مبتكر، العمل الخاص وغيره، قوات محترفة في مواقع كثيرة جدا في ولاية الخرطوم، في القضاري، في المناقل، في غيره، في نهر النيل، في الشمالية، مهم في بورسودان، في الشرق. القوات دي تلقى التدريب عالي جدا، تسلح التسليح حلو جدا، وروحهم القتالية عالية جدا، الناس راجعت نفسها، خطط خططها. الشغل من الآن بيختلف تماما، لأنه العدو الآن أصبح كونه يستعوض قوات دي أصبحت شبه مستحيلة، لا من الداخل لا من الخارج، كونه يستعوض أسلحة وزخائر بقى شبه مستحيلة، كان من الداخل ولا من الخارج بعد اللي بيسووا في الناس ده. المقابل انه القوات المسلحه الناس اخذوا بريك كويس جدا، البريك كان عباره عن فترات بتاع التدريب، مش بريك تدريب. انت اهم حاجه عرق التدريب يوفر دماء المعرفه، عشان كده نحن خسائرنا لا تقارن ب ممكن تجيب لك زول تديه كلاش وبندقيه وتلبسه لبسدعم وسريت في اسبوع في بيته. والان حتى المستنفرين اللي اختاروا انه يمشوا المعسكرات القتاليه، طبعا ما كل المستنفرين بيمشوا المعسكرات القتاليه ودي ذاتها مشكله، المستنفرين بيستنفروا فيهم ناس كتار قاعدين يدافعوا عن مناطقهم وكده كتر خيرهم، لكن احنا بنحمسهم على انه يمشوا المعسكرات القتاليه الاماميه. الان لهم جرعات قاعدين فيها بمعسكر 4 شهور، في ناس 5 شهور، بقوا عساكر بروفيشنال فايترز، تدريب محترف جدا على اي مستوى، ما في سر، مسيرات، صواريخ موجهه، الاسلحه التقليديه الفرحان بها جل هذا الراكب مش ماسك ليه ماسورتين فرحان بالثنائي بتاعه ده. الثنائي ده هسه الاعداد بيجا زي القلم عندنا من كميه الاعداد الجات والثنائي والرباعي والقرنوف والاربجيهات والهلال، دي رقدت هبط رش، دي بقت ما هي شيء، لكن حتشوفوا شغل نوعي، حتشوفوا في الميدان شغل الناس ماشيه وشايفه بعينها، يعني من نفسهم، خليك من الكنترول فوق ولا السيطره ولا القوه الجويه ولا الستلايت ولا غيره، الناس المتحركه شايفه العدو قدامه قبل ما تصل 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو، شوفوا عدوهم بعينه بيهاجموه بيدمروه قبل ما يصلوا ذاته. فهو حيشوف قوات كثيره حتنفتح في جبهات كثيره منظمه محترفه على الاحتراف، اعلى شيء، جاهزين لاي شغل، شغل بتاع غناصه جاهزين ليه، شغل بتاع اشتباك مباشر جاهزين ليه، شغل بتاع بيوت ومنازل ومطارده ناس، كل الانواع، شغل في السهله في السهله لا قبل لهم به. اما شغل الطيران ده اللي اتكلم عنه سيادة العاطل بيقول الهلالي ده طبعا ده براوي. انتوا هسه لو لاحظتوا كميه الفتره اللي فاتت، كميه القاده الهلكوا اللي بيسمونهم قاده، طبعا هو ما في قائد ولا شيء، هو زول لا قاري لا بيعرف لا اي شيء، ما عارف اي شيء، جابوهم خطوا قالوا ده قائد. قائد وين؟ قرا وين؟ ما المهم قائد. كميه اللي هم بيسموهم قاده الماتوا في الشهر اللي فات ده لا تحصى. يعني بقى في شغل تاني انا بكلمكم، يعني ده ما بامر الجيش، ما انه تاني غايد يركب لي عربيه مميزه كان مصفحه دبو القبيل تاتشر ولا نمر ولا غير مصفحه، ميزت نفسك اقنع من روحك، ركبت اوباما، ركبت براد، ركبت عربي اكسنت ما بنقبلها، ممكن نسمح لك تركب مورنينج ولا فيستو ولا كده، لكن تاني غايد الداير يعيش، يعني الداير يعيش بإذن الله، ما يركب ما يميز نفسه بأي عربية، عربات المواطنين سارقينها، اللاند كروزرز الأوبامات والبرادوهات والتوسانات والعربات دي قايد يركبها ما في، لأنه الشغل الجديد ده المسيرة بتستناك في السماء 40 ساعة
40 ساعه بتلبد وين؟ ما دار تمر وبتقطع حاجتك، ما دار تاكل تشرب، اقعد بنستناك. ودي التسليم فوق انتهت دي من 40 ساعه، كان ما جات وخد الثانيه ما بتنزل. ما في التسليم فوق كنا في السماء، يعني 24 ساعه ده غير الستلايت ذات والقمر وكده، ما في. نحن شايفينك شوف العين من ارتفاع 30,000 قدم بيقرا نمره العربيه، نقطه سطر جديد، ما في اي حاجه. انت ما ممنوع كان القاده دي يركبوا عربات مميزه، لانه الصاروخ ده مويد قايد ميسايل. طبعا قايد دي يا ربي نشرحها لجنحه ولا بجه ولا برشم ولا نشرحها لك كيف امشي اقراها. ما انت قلت قايد، شوف قايد ميسايل ده شو. القايد ده كان العربيه دي ماشيه في الشارع بسرعه 200 كيلو في الساعه، بيقلعها فرتقه حته حته زي ما اظنكم قال. قال ده شغل بيختلف، العربيه من المطار فيها ثاني طابق فرتقه فوق. ما في كلام تاني. عندنا الناس زمن يتوبوا الى الله، يتوبوا الى الله، ما بيصير داير يتوب. انتوا بيسووا في ده يعني انا داير اعرف يعني عبد الرحيم ده عقله معاه اللي بيسووا في ده لقاه وين؟ في كتاب قالوا منو؟ قالوا الله، قالوا الرسول. يا اخي انت بتتكلم عن تقول شهاده وبتاع. انت من اراد الاخره وسعى لها سعيها، ده سعيها تقصف احياء الناس المدنيين، مناطق احياء عارفه ساكنينها مواطنين، مستشفيات، مدارس، جامعات. انت انت بتهاجمه وعارف انه فيها مدنيين ما فيها ريحه جيش، ودار تتغرب الى الله. يعني ده يعني ربنا معقول انت فارض على شو ماسك له صوت تقول شهيد؟ انت انت عقلك ده معاك؟ من اراد الاخره وسعى لها سعيها فاولئك كان سعيهم مشكورا. اما انت هتموت، بس هتموت بالكلام ده، وما في اي مخرج ثاني. ما في. كل يوم هتسمعوا ما يسمونهم هم قاده بيسافروا بيمون بيمشوا لرب العالمين. ده مش قالوا شهادة اللي لابوه بهناك سوي لهم شنو؟ احنا ما احنا في الدنيا دي ما دايرينهم. ارواحهم بيد الله، نسال الله يمكننا من رقابهم وحيمكننا ومكننا. الليلة كل يوم هتسمعوا هم بيسموه لواء، يسموه عقيد، يسموه نغيب. تاني ما في. وما تظهر في اي حته، والعمل الخاص اللي بيتكلم عنه كيف وخايف انه ده قاعد معاهم. انا ابشرك انتوا ما عارفين قاعدين معاكم جوا. في ناس كنا قاعدين ديل لابسين ديل قاعدين، ناس العمل الخاص. والله اللي وداك منو ما تعرف، اللي حيوديك منو ما تعرف. انت قاعد روحك ما بتعرف، نوريك الشغل الاستخباري اللي انت ما بتعرف. قاعدين ناس عمل خاص في اي حته الان موجودين جوا. خليه اللي حيركب ويجوك عديل بالدرب. وتاني اي عربيه مميزه ما طبعا لو بقت تسلا قتاليه دي اصلا موضوع انتهي. نباريها واحدة واحدة، الفورة مليون، وما هنخسر ولا جندي ولا جندي. وانت ما هتكسب ولا معركة من الليلة ولا قدام، ولا معركة ما هتكسب. شفت شفته في الفاشل ده؟ الفاشل انتصرت ليه؟ انتشرت بقوة السلاح؟ ابدا. انتصروا اول حاجة لطاعة امر الله، واعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الناس بيقوا جسم واحد، تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسرت احادا. انتصرت الفاشل لانه واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتسحب رئيسكم. ما في نزاع، الناس على قلب رجل واحد. والكلام الحاصل في الفاشل ده حاصل في جميع انحاء السودان. بشرك شفت 570 قبيله دي على قلب رجل واحد. حتى ما كانوا يسموا حواضن جوا البلد من قبائل الحواز ما مشوا، المسيريه مشوا، الرزيقات مشوا، كلهم مشوا برسودان، البني هلبه مشوا. السلامات انا شايفكم انت مره في الحصحيصه ومره في فيديو حطاب، وتقولوا ديل بيتجاهلوكم وما بيدوكم عربات، ما شغالين لك حطب نار. يا اخي انتوا اسمكم السلامات من اسم السلام يا اخي. هل بيسووا دارين تصلوا لشنو؟ هل معقول انتوا لسه مصدقين انه تهزم الشعب السوداني؟ الكلام ده عاقلينه؟ هو اذا انت كده ده وبتموت مع عشانه، بتموت عشانه، ما بتموت عشانه، ما داري مستكتر عليك اللاند كروزر القتالي. هو طبعا ما عنده طريقه ثانيه يجيب لاند كروزر القتالي، هو ما عنده ذاك. ولكن اذا انت مستكتر عليه الكلام ده، هو مستكتر عليك هسه، باقي لك لما نحكم حيديك شنو يعني؟ هو ما كان ما كنت دوله، هو ما كنت دوله هعمل شنو ادوكم شنو؟ يا جماعه خافوا الله، توبوا الى الله. والله انا نصيحتي يعني نصيحه خاصه، لانه الجيش ده شغله ثاني غريب يعني. اي زول يخد سلاحه ويشوف له طريقه يختفي. وطبعا دي تبقيتوا مبغوضين في اي دوله بالمناسبه، ما تسمع التجريم الشغل العمل والفارس، التحيه للفارس
إدريس، معليش يا سيد السفير تسمح لي أطلق عليك اللقب ده، أنت الحارس واسم الحارس أصلا ما محتاج وصف، اسم على مسمى، لكن نستميحك عذرا نسميك الفارس إدريس، وخدتها قدام تبقى الفارس الحارس إدريس نايت والله.